تحية طيبة أعزائي. بشرى سارة إلى جميع مواليد برج السرطان اللي بالفترات السابقة عانوا من التوترات والضغوطات النفسية وقلة الحظوظ بالأخص بالجانب العاطفي. أعزائي، في ليل الاثنين القادم المصادف 30 من شهر آذار مارس الحالي، راح ينتقل بالكامل كوكب المريخ من مجموعة الجدي الترابية إلى مجموعة الدلو الهوائية، يعني من منزل الشراكة بالنسبة إلى مواليد السرطان. وقبلها كان كوكب زحل قد انتقل إلى مجموعة الدلو الهوائية، يعني مواليد برج السرطان رح تخف الضغوطات عليهم لأنه كوكبين عملاقة ومهمة خرجوا من منزل الشراكة. لهذا نبشرهم خلال 3 أشهر القادمة إلى بداية تموز يوليو، حيث تخف الضغوطات النفسية من منزل الشراكة والعلاقات العاطفية، وعليه ينتظر مولود السرطان مفاجآت سارة لغير المتزوجين بعلاقة عاطفية تكلل بالنجاح والتوفيق، وللأشخاص المتزوجين توطيد العلاقة مع الشريك، وللمتخاصمين مع الشركاء نبشرهم بصلح سليم وبداية موفقة. أكثر المستفيدين هم مواليد العشريتين الأولى والوسطية إذا كانوا من أبراج الدجاجة والبقرة والعنزة والأرنب بالأبراج الصينية، وعليهم استغلال الفرص، وهذه أحلى وردة.